الفرنسي بالجهة اليمنى، وهنا لدينا محاولة. الله، الجزائري آدم أوناس يسجل أول أهداف نابولي. أناس، نعم إنه أوناس. من كانوا يتحدثون بأنه يجب عليه أن يتألق، هنا يتألق عند الدقيقة الثانية ويسجل أول أهداف نابولي بطريقة غاية في الروعة. شوف الكرة الماضية، الضغط، وبعد ذلك أخذ الكرة من فوق، هوبا بالشمال في مرمى ساسولو، أول أهداف النابولانو. نعم، الله على أوناس. يتحدثون لا يتألق، لكنه يستغل الفرصة بهذه الطريقة وأجمل طريقة. عبد العزيز فيليسيدو قال متى يتألق، ويبدو بأنه أتى ليتألق من خلال هذه المباراة. آدم أوناس يفتتح التسجيل لمصلحة نابولي عند دقيقة كما نرى.